بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا رأينا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق كيف يتم التعامل مع معادلات تحتوي على أرقام عشرية. طبعا ما راح نضيف شيء هنا في هذا الدرس، ولكن سنرى ماذا لو تم التعامل معها كأرقام بدل ما نتخلص منها من البداية، نتعامل معها كأرقام عشرية وفي النهاية نرى كيف. في بعض الحالات تكون أسهل، فدعونا نتطرق إلى السؤال التالي: سالب 1.4 زائدا أي رمز إكس يساوي 4.4. نفس الشيء راح نكتبه هنا، 1.4 زائدا إكس تساوي لنا 4.4. إنزين، في الطريقة الأولى ماذا كنا نتكلم؟ نتكلم عن نركز على أكبر أو أطول عدد من الأرقام ما بعد الفاصلة. طبعا هنا عندنا رقم واحد، وهنا عندنا أيضا رقم واحد، إذن راح نضربها في 10. الطول يحدد لنا عدد الأصفار في الضرب، إذن راح تكون لدينا التالي 1.4 زائدا نعطيها مسافة إكس يساوي، ونعطيها مسافة وهنا راح نضربها بالرقم 10، هنا بالرقم 10 وهنا بالرقم 10، ومن ثم راح تكون لدينا التالي: سالب 14 زائدا 10x تساوي لدينا 44. بالإمكان أن نضع المجاهيل في الجهة اليسرى والأرقام في الجهة اليمنى كما تم اتباعه سابقا، ولكن أيضا لكي نتخلص من كل هذه الأمور بالإمكان أن ننقل هذه. طبعا لو كان الإكس هنا فراح ننقل 44 إلى اليسار وتكون المجاهيل في الجهة اليمنى، ولكن هنا سيكون بنفس المنظومة السابقة المجاهيل في الجهة اليسرى، فراح يكون لدينا هنا 10x تساوي لنا 44 زائدا 14، فراح تكون لدينا 10x تساوي 58. طبعا للتخلص من 10 راح نقسمها على 10، والجهة اليمنى أيضا راح نقسمها على 10. إذن كجواب نهائي راح يكون لدينا التالي: 50 زائدا 8/10 تساوي لنا 5.8. أو بشكل عشري 58 قسمة 10 راح تكون لدينا
خمسة وفاصلة ثمانية. فلننظر إلى عدد السطور لكي نصل إلى هذه النتيجة. الآن ماذا لو تم التعامل معها مباشرة؟ طبعا هنا عندنا الإكس معها أي شيء. إذن في هذه الحالة يكون من الأسهل لو قمنا مباشرة بهذا التصرف، قمنا بنقلها في الجهة اليسرى بالموجب. إذن راح تكون لدينا التالي: x تساوي 4.4 زائدا 1.4 تساوي لنا التالي: 4 زائدا 1 5، فاصلة 4 زائدا فاصلة 4 8، وانتهينا. هذا هو الجواب نفسه. ما نريد أن نقوله في هذا الدرس هو يجب أن نعرف كيف نتبع الطرق. بعض الأحيان بالإمكان أن نتبع طرق وتأخذ مننا الكثير من الوقت، ولكن في حالة أن المسألة بسيطة ولا تتطلب التخلص من الأرقام العشرية، إذن ما المانع؟ فلنتعامل معها كأرقام عشرية ونسير إلى النهاية. في حالة لو أردنا مثلا شخص يريد أن يقول التالي، مثلا أنا لا أريد أن يكون لدي بهذا الشكل، أريده أن يكون بشكل عشري، بشكل كسور، ليس هناك أي مانع. راح تساوي لدينا 5.8 ما معناها 8/10، وهذا هو الجواب الثاني. ما في أي شيء. بشكل سريع ومختصر ومريح وسلس. لو أردناها مثلا ليس بهذا الشكل، بشكلها البدائي، ليس هناك أي مانع. 5.8 عندنا رقم 1 ما بعد الفاصلة، إذن نضربها في 10 ونقسمها على 10، لأننا سنضربها بواحد، لا يتغير الشيء، فتصبح لدينا 58/10، الذي هو هذا الجواب. إذن هذه الطريقة تكون جدا جدا سريعة في حالة أن كان لدينا كل شيء جاهز. بعض الأحيان تكون لدينا هذه الطريقة هي الأفضل للتخلص من الأرقام العشرية. إذن على تشخيص المسألة بالإمكان الاعتماد على الطريقة الأنسب. شكرا لكم مجددا على المتابعة، وإن شاء الله نراكم في الدروس القادمة.